المواكب الجماهيرية التي خرجت في ذكرى ثورة 21 من أكتوبر لديها مطالب مشروعة تمثلت في الإسراع في محاسبة رموز النظام السابق ومحاسبة كل من أفسد وانتهك القوانين، بجانب الإسراع في تنفيذ خطة إسعافية تنعش اقتصاد البلاد. ويرى مراقبون أنها جاءت للضغط على الحكومة لتنفيذ هذه المطالب. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. خرجوا كرياح عاصفة من كل مكان في مشهد تكرر كثيرا في أيام ثورة ديسمبر الماضي. قد تتشابه المشاهد وتختلف المطالب هذه المرة، فشارع بعضه يعتقد أن خروجهم معلل بمبدأ حراسة مكتسبات الثورة، وبعضه الآخر يطرح سؤال أين هي المكتسبات؟ فمنذ ذهاب الحكومة السابقة عانت حكومة الفترة الانتقالية حتى تشكلت، وتستمر معاناتها في مجابهة النظام السابق ومحاسبة من أفسد وانتهك القوانين، ومعاناتها الثالثة في الإسراع لتنفيذ خطة إسعافية تنعش اقتصاد البلاد قليلا. المتابعون للأحداث السياسية المتسارعة جل اعتقادهم يكمن في أن الوقت الحالي ليس وقتا لخروج المواكب، فاستمرارها قد يكون نقمة وليس بنعمة، وقد يستغل من قبل أطراف كثيرة قد تكون هي الأطراف نفسها التي وصفها دكتور حمدوك في خطابه بمناسبة الذكرى 55 لثورة أكتوبر، وصفها بأنها تضع العقبات والمخاطر أمام حكومته عن قصد. تدركون أن كثير من العوائق والعقبات تحيط بعمل السلطة الانتقالية. مراقبون يعتقدون أن حكومة دكتور حمدوك إن كان عمرها شهر ونصف فقط اهتم فيها ب11 ملفا، كل ملف أهم من الآخر وتسبقه أولوية، فيعتقدون أن هذا إنجاز واجب الوقوف معه ودعمه. من هذا المنطلق فإن استمرار المواكب الجماهيرية التي يدعو لها تجمع المهنيين خطوة تجيء بحسب اعتقادهم دعما للحكومة الانتقالية وتحقيقا لمطالب الثورة والقصاص العادل للشهداء ومحاسبة رموز النظام السابق وحل حزب المؤتمر الوطني، فيما يطرح الشارع سؤال: هل سيؤثر هذا في عمل الحكومة الانتقالية كونها تهتم بملفات عدة في آن واحد، مما يقلل من كفاءة التنفيذ أو يشتت من أهدافها الموضوعة؟ فالشريحة الأقل دخلا في الشارع لا تريد سوى بعض من الخدمات. فيما نجاح المواكب الجماهيرية قد يقدر بأعدادهم التي خرجت وأهدافهم التي خرجوا وضغطوا من أجلها، حينها لن تنجح عصا موسى ولا أذرع الأخطبوط في تقديم يد العون. هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من الصحفيين حول استمرار المواكب الجماهيرية وتأثيرها في عمل حكومة الفترة الانتقالية. يعني المسيرة بالشل في حركتها أو بالشل في حتى برامجها الدائرة تقدمها. أنا في رأيي حتى المواطن تزمر من حتتين المسيرات الكثيرة، وهما قادر يفرز برضو المسيرات دي تابعة لها تجيها، مثلا تابع للحكومة الانتقالية، تابع للنظام البائد. المواطن ذاته شن هجوم عنيف جدا جدا في المسيرات الكثيرة دي. ثانيا أنا شخصيا المسيرة بالنسبة لي بتعطلني بجد. يعني أنا أجي ألقى كل الشوارع مغلقة، يعني لا تلقى شارع داخل شارع البلدية، شارع القيادة، شارع كل الشوارع. طبعا دي كلها يعني مواكب من اجل الضغط على الحكومه لتنفيذ مطالب معينه، فالمطالب دي اي نعم مشروعه وكده، ومن حق المواطن انه يطمئن على مستقبل البلد خاصه في مجال حياته يعني ومعيشته. لكن انا بفتكر ان المزاله هي يعني كترت المواكب دي، يعني شويه تضعف اداء الحكومه او تربك الحكومه في انها تعمل الأشياء والأولويات الخطأ للمستقبل. يعني والله يا أخي رأيي في المواكب دي، يا أخي نحن كلنا والله حرية وتغيير ودايرين التغيير وكده، لكن قصة المواكب دي والله كثيرة كده بتعطل دولاب العمل وخلي الحكومة تشتغل. يا أخي بعد ذاك نحن قصة المواكب دي والله يا أخي ما في مشكلة، لكن كده بكترتها دي كل مرة يوم موكب
ونحن موكب شنو، موكب مهنيين يا أخي ما مشكلة، لكن نحن دايرين يا أخواننا نخلي الحكومة دي تشتغل شغلة والناس يخلون يا أخي يبدعوا عشان علق ننهض باقتصادنا وعدم تعطيل دولاب العمل. فعلى الأقل إحنا ندون فرصة عشان الناس تشتغل والحكومة الجديدة دي تعمل، وبعدك نحن نشوف أداؤهم شنو، عملهم شنو، وبعدك الناس تطلع في مواكب. طالما الموكب هو تعبير عن رأي شعبي وعن رأي ولا حجر لصوت أحد، والناس تطلع في مواكب والناس تعبر عن رأي، أوكي ما في مشكلة.